هي لاشين ديالها معروفة، هادي ديال المفتول ديال المواس، تيقولوا لها كاينة الكبيرة والصغيرة ديالها. بالنسبة للثمن ديال هادي، ثمن بروموسيون ب1500 درهم، فيها سنيسلة ماشي نيلو. الثمن ديالها اللي هو 1500 درهم، 30000 ريال، 150 الأورو. ها هي 150 الأورو، 30000 ريال، تتجي زوينة في اللبسة ديالها. 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، 1500 درهم. ها هي الجمعة البيضاء، هادي راه جمعة بيضاء، هي 1500 درهم هي 30000 ريال، 150 الأورو. السلام خويا وسيم، انا ساره مسخره تبارك الله، تقدس من عندك جوج المرات طلعتك رائعه، الله يوفقك، الله يحفظك اختي ساره، تحيه ليك، الله يكبر بك اختي ساره، تحيه ليك، الله يحفظك، تحيه الناس ديال السخيرات، الله يحفظكم. كاين هذه ب 1500 درهم، 30000 ريال. كاين هذه غزاله ب 1500 درهم، اليوم درنا لها بقات وحيده، هذه 1500 درهم هي 30000 ريال، بقات وحده من هذا الموديل، هذه 1500 درهم هي 30000 ريال. ها هي من اللور ديالك، كي دايره 1500 درهم. وكاين هادي، هادي راه جات شي شويه ناقصه في الثمن، دايره الثمن ديالها اللي هو 1250 درهم، اللي هي 25000 ريال. هادو هادو الثمن ديالهم هي 25000 ريال، 1250 درهم. هادو تيجيو غزالين في اليد، تا هما تيجيو خفافين ضرافين، 1250 درهم. راه جوج اللي باقيين لنا منهم، الثمن ديالهم 1250 درهم، ثمن مناسب وفي متناول الجميع. هذا راه بروموسيون، كانوا 1700 درهم، 1250 درهم. وكاين هاد لو موديل هذا اللي غنوريكم دابا، غزال تبارك الله، 1250 درهم. كي سير مسي وسيم منورنا، كي داير الاخت تاعك؟ الحمد لله اختي جهاد، الله يحفظك، الله يكبر بك، اللهم لك الحمد. 1250 درهم، هادو 1250 درهم، تيجيو رائعين تبارك الله، شي حاجه زوينه. بقاو جويجات، كان جبناهم عندهم شي 10 الحبات، ساعات تباعوها في المحل، اللي تيجيو تيلقاو بهاد الثمن هذا، تجي تقول لك واه انت دوزتي من داك النهار 1700، ودابا راه داير لهم هاد الثمن. هادو جايين خفافين شي شويه في الثمن ديالهم، 1250 درهم. كاين هاد لاكورميطا، هادي كورميطا زوينه، كورميطا فنيونه، كي كتشوفوا الموديل ديالها موديل معروف ديال 3 دي، موديل معروف ديال 3 دي كي كتشوفوا. ايوا بثمن معقول، الثمن ديالها اللي هو 1900 درهم، 38000 ريال. التعليق ديال الطروات دي في السلسله تاع الكورميط. كاينه اختي راندا، مرحبا، انا بغيت واحد خويا وحده، مرحبا ام حمزه، مرحبا بك. راه كاين 1900 درهم هي 38000 ريال، هاي 38000 ريال، هي 190 الاور. هاي كورميط تجي حليل في اللبسه ديالها، اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا. كاينه هادي دايره الثمن ديالها بروموسيون، هاهي ب 8800 درهم. هاي هادي الثانيه اللي جات دابا في هاد السيمانه، 8800 درهم، هي 886 أورو، 156000 ريال. تتجي كوغميط غزالة، شتي هاد التمن ديال هاد الرولكس هادي، راه متلقيهاش بعدا كاع في تا بلاصة. 8800 درهم، هي 880 الأورو. اللولة راه تباعت ب9000 درهم، هادي 8800 درهم، هاي 8800 درهم، هي 880 الأورو. هاهي تتجي زوينة في اللبسة، 8800 درهم. كاين هادي راه دايره الثمن ديالها 3000 درهم، ها هي ديال ليبول، نشوف واش رافينيتي، رافينيتي هادي ب 3000 درهم، اللي هي 300 اورو تقريبا، 60000 ريال. هادي ب 3000 درهم، اللي هي 60000 ريال، 300 اورو. تجي واعر في اللبسه، من تحطها في اللبسه عاد تتبان. 3000 درهم، اللي هي 300 اورو تقريبا، 60000 ريال. زوينه وشي حاجه ديال الدوام، تلبسيها ديما، هادي مناسبه، شوف كي داير الزخرفه اللي فيها. 3000 درهم، اللي هي 300 اورو تقريبا، 60000 ريال. كان الاخت عندنا هاد لاكورميت ديال الكافي، ها هي جبنا لكم وحده اخرى، راه كانوا ما بقاو لنا حتى داك النهار، كانت هي عندي حبه وحده، دابا راه عندي شي 5. نشوف الثمن ديالها، هادي الثمن ديالها اللي هو 36000 ريال، 1800 درهم، هاي 1800 درهم، 180 الاور. كرافاج 10 الغرام، ما بقاليش اختي الكرافاج دابا ديال 10 الغرام. اختي هبه الله يحفظك، الله يكبر بك. هادو الثمن ديالهم كي كتشوفوا، 1800 درهم، 36000 ريال، 180 الأورو، 180 الأورو، اللي هي 36000 ريال. تبارك الله عليك خويا، إن شاء الله غادي ندوز عندك. مرحبا أختي ولا خويا وهاب، مرحبا ولا أختي نهاد، مرحبا بكم. 1800 درهم، كراميطا زوينة في اللبسة، شي حاجة طوب، 1800 درهم. كاين عندنا دوطخ موديل،
غورميت ديال رافينيتي، اي غورميت رافينيتي. اختي رحمه غير داخل المغرب تنصيفطو، كاينه هذه ب 2000 درهم 200 اورو تقريبا، ب 40000 ريال. هذه الصغيره، هذه الصغيره ب 2000 درهم، هي 200 اورو ديال رافينيتي 40000 ريال. اللي بغا يدير لا كابتور دي كرون يتواصل معايا سير واتساب ومرحبا. ها هي الثمن ديالها 2000 درهم 40000 ريال، تجي زوينه هذه. من بعد الا بغيتي يسهل الله دير شي حلقات ديالها ودير الخاتم ديالها راه ممكن. ألفين درهم مية دوسون أو تقريبا 40000 ريال، تجي تا هي رائعة في اللبسة ديالها. نزيد نوريكم الخراشيش ديال العنق اليوم بثمن مناسب، هما الثمن ديالهم حصريا عند واسيم مجوهرات السلام 750 درهم. هادو اللي زوينين اللي فيهم موتيفات زوينين، 750 درهم هي 75 الأور فيها، كي كتشوفو التاج في هاد لي موديل هنايا 750 درهم هي 75 الأور فيها اختسان هذيك في ديال الكافية فيها هاد القليب، وفيها واحد القليب واحد اخر، فيها واحد الزخرافة واحد اخرى. السلام خويا وسيم، تحياتي لبلجيك، الله المستعان. الله يحفظك اودي لاله خديجة، تحية ليك والله يكبر بيك. هانتوما البنات كاينين هادو الثمن ديالهم 750 درهم 75 الاور، تجي زوينة اللي بغات دير لها السكرين 750 درهم. كاين لوطخ موديل اللي هو هذا نوريه ليكم تا هو، حيتاش فيهم موديلات بزاف اللي بغاتهم دخل عندنا واتساب ونصورو له. 750 درهم اللي هي 75 الاورو، هي 75 الاورو. اللي بغات دير لها كابتور دي كرون تواصل معايا سير واتساب 0652 15 170 66. هذيك قلت لكم 57 ديال 750 درهم 75 الاورو. كاينه عندنا هذه ديال العود، ها هي عود فيها لوف. شكرا بالتوفيق، الله يحفظك اودي لاله رحمه. سام بغيت اونسومبل، انا نوريكم لي زونسومبل عندي كاين. هادي فيها لوف ديال العود الثمن ديالها 700 درهم هي 14000 ريال، ها هي 14000 ريال هي 70 الاورو، تجي رائعه وزوينه. فيها هاد الموديل هذا كاين، هذيك كتشوفوا 700 درهم. كاين هاد الموديل هذا في امي الغاليه حتى هو 700 درهم 14000 ريال، هادو ديال 700 درهم. كاينه نجيمه ديال الملكيه زوينه بحال هكا تا هي 700 درهم. هادو دابا البنات كاملين معطين ليهم هاد لي موديل هادو ديال الوقت، يعني ما تديرش شي حاجه شارجي، تدير هاد لي موديل ديال العود وفيهم هاد بوندونتيف ديال الذهب كاين اللي تكتب فيه السميه اللي بغات ديك الساعه تصابو لك، كاينش مشكل. الثمن ديالهم هو 700 درهم 700 درهم 14000 ريال 70 الاور. او اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا الف مرحبا بكم. بالنسبه للسيدات اللي تيسولونا على حلقات زوينين يكونوا شي حاجه ديال الدوام، مثلا اللي تتسول حلقات بغاتهم كادو للوالده، كاين هادو، هادو ديال الربع لويزه زوين فيهم هاد البطونه حمراء هكا، تيجيو غزالين ثمنهم صحيح، قلت لكم ثمنهم هما صحيحين، فيهم القطيب اللور ديالهم كي كيبان لكم قطيب. الثمن ديال هادو تيبقاو ليهم ب 34000 ريال 1700 درهم، هادو ثمنهم ب 1700 درهم 34000 ريال 170 الاور. اختي ياسمينة وعليكم السلام، كي دايره لاباس عليك بخير الله يحفظك. شحال ديك السلسله ديال شانيل 750 اللي دوز كبيرات، كاينين هادو كي قلت لكم الثمن ديالهم اللي هو 1700 درهم 34000 ريال 170 الاورو، هادو فيهم اربع لويزه كي كتشوفوا 1700 درهم 34000 ريال. اللي بغاتهم دير لهم غير كابتور دي كونت تواصل معنا واتساب. كاين اختي هاد الموديل هذا هادو زوينين وجدادين ديال المشاربي، حتى هما اللي خارجين جداد فيهم قليبات لداخل، الثمن ديالهم اللي هو 2200 درهم 44000 ريال. واش يقدر الذهب يطيح شويه من هنا لقدام؟ محا